السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مس مامي التعليمين. نبدأ أصدقائي، هنبدأ نشرح مع بعض منهج كونكت بلس. إن شاء الله هشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة علشان تقدروا تشرحوا لأولادكم بكل سهولة. يا أصدقائي تابعوا معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك ده بيشجعني ويحمسني ان انا اكمل معاكم، وتنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على علامه الكل علشان يصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. اول حاجه زي ما شايفين معايا ان شاء الله انا هشتغل من كتاب الباهر السنه دي. الكثير من حضراتكم طلب مني ان انا اشتغل من كتاب الباهر، والبعض طلب مني ان انا اشتغل من كتاب المدرسه، لكن الحقيقه انا حتى الان مش معايا كتاب المدرسه، انا معايا بس مقتطفات منه صغيره انا جبتها من على الفيسبوك، لكن الكتاب مش معايا. قلت ان انا اشتغل معاكم من كتاب الباهر لاني عندي كمان كتاب الباهر جايب اجزاء كتيره من كتاب المدرسه، ودي الاجزاء المهمه واللي بتكون عندي سهله على الطفل والطفل يقدر ان هو يذاكرها. تمام، دي نقطه حبيت اتكلم فيها. في نقطه كمان قبل ما نبدا الشرح بتاعنا، قبل ما يبدا الطفل ان هو يذاكر المنهج بتاع السنه دي، في بعض النقاط لازم نتكلم فيها مع بعض. اول حاجه الطفل لازم يكون عارف الجرامر كويس جدا، لازم يكون عندي عارف الفيرب تو بي، يكون عارف ضمائر الفاعل، المضارع البسيط، المضارع المستمر، والماضي البسيط. دي عندي اجزاء مهمه لازم الطفل يكون عارفها كويس جدا. الحاجات دي موجوده فين؟ الحاجات دي كلها موجوده عندي في القناه، انا عندي فيديوهات تاسيس كلها موجوده في القناه وشرحه فيها كل حاجه، فيها عندي الجرامر، فيها عندي كمان فيديوهات تاسيس لغه عربيه، فيديوهات تاسيس لغه انجليزيه، وكل اجزاء الجرامر. وكمان انا عامله 3 فيديوهات لمراجعه الجرامر. تمام، كل الفيديوهات دي انا عاملاها وحطاها عندي في قوائم التشغيل اللي موجوده عندي في القناه، وهيظهر دلوقتي قدامكم حالا اللينك فوق في علامه الاي. تمام، دي الحاجات المهمه جدا حبيت اتكلم عنها قبل ما نبدا لليونت. تمام، يلا نبدا مع بعض. اول حاجه هنا عندي يونت 1 بعنوان at the track. at the track معناها الى مسار السباق او الى المضمار، يعني هنا زي ما بنقول كده عليها الى الملعب او يعني المكان اللي احنا بنلعب فيه سبورتس، بنلعب فيه الالعاب الرياضيه. زي ما شايفين معايا هو ده عندي المكان واسمه ايه؟ اسمه تراك. عندي هنا كلمه تراك بيجي قبلها حرف الجر ات. تمام، عندي بقول at the track يعني الى المسار او الى المضمار. طيب نشوف مع بعض. عندي هنا اهم الفوكابولري الموجوده عندي في اليونت. اول كلمه معايا هنا athlete. athlete طبعا الكلمات اللي هتكلم عنها دلوقتي طبعا الكلمات دي حفظ. athlete معناها رياضي يعني اللي هو اللاعب. معايا كمان compete. compete يتنافس او يتسابق. distance. distance مسافه. جامب. جامب يقفز. ميجر. ميجر يقيس. ريس. ريس سباق. ثرو. ثرو يرمي او يلقي. تراك. تراك اللي هو مسار السباق. وين. وين يفوز. ميدل. ميدل اللي هي عندي الميدالية. تمام، طيب معايا كمان هنا عندي بعض من الفوكابولري، كمان الحاجات دي عندي مهمه جدا. هنا زي ما شايفين معايا بنقول سبورتس ايفنت. سبورتس ايفنت يعني حدث رياضي. ناس كتيره بتشتكي من كتاب الباهر علشان فيه كم من الكلمات كبيره جدا وبيقولوا ان هي كتيره جدا على الطفل. اول حاجه احنا هنا عندي بنشرح منهج تجريبي، يعني الطفل الدراسة كلها عندي بياخدها باللغة الانجليزية، فمعنى ذلك ان الطفل لازم يكون عنده حصيلة من الكلمات. انا مش معنى كلامي اني انا بقول لازم الطفل يحفظ كل الكلمات، لكن على قد ما اقدر احفظ ابني اكبر قدر من الكلمات علشان يكون عنده اكبر حصيلة لغوية من الكلمات. تمام، دي نقطة مهمة جدا، مش معنى ان انا هقول ان الكلمات دي حفظ يبقى خلاص يبقى الطفل لازم يحفظ الكلمات دي كلها. لا، انا بتعامل مع ابني او بنتي على حسب قدراته هو، على قد ما هو بيحفظ انا هحفظ، بس اهم حاجه عندي يبقى عنده حصيله لغويه كويسه جدا من الكلمات. تمام، هنا عندي زي ما قلت اول كلمه معايا سبورتس ايفنت معناها حدث رياضي. عندي كمان كومبيتيشن معناها مسابقه. فاست سريع. سلو بطيء. لونج جامب الوثب الطويل. اميزنج مدهش. ايزي سهل. فار بعيد. فيلد يعني ملعب او ساحه. هاي. هاي يعني مرتفع. ديفيكولت يعني صعب. تمام،
طبعا الكلمات دي كمان مهمة، وهتلاقوا الكلمات دي متكررة من خلال عندي الحل بتاع الكتاب. طيب هنا عندي كمان زي ما شايفين معايا بيتكلم عن regular verbs و irregular verbs، الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة. احنا عندي السنة اللي فاتت اخدنا الماضي البسيط واتكلمنا من خلاله على الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة، وقلنا مع بعض الافعال المنتظمة هي الافعال اللي بيكون عندي شكلها واحد ما بيتغيرش غير ان احنا بنضيف له الاي دي او الدي بس. اما عندي الافعال الغير منتظمة شكلها بيختلف تماما عن شكلها الاصلي. يعني هنا عندي الافعال المنتظمة كل اللي بنعمله ان احنا بنحط في اخر الفيرب بنحط له اي دي او دي، ده بالنسبة لزمن الماضي. اما الافعال اللي بتكون غير منتظمة شكلها بيختلف تماما لما بتكون عندي في زمن الباست في زمن الماضي. وزي ما قلت لكم لازم الطفل يرجع للقواعد دي ويفهمها كويس جدا علشان مرتبطة بكل الحاجات اللي احنا بنشرحها. هنا زي ما شايفين معايا جايب عندي present اللي هو عندي المضارع، وجايب هنا عندي past اللي هو الماضي، وجايب هنا عندي التصريف الثالث الفعل. تمام زي ما شايفين معايا. طبعا احنا ملناش دعوه بالتصريف الثالث للفعل، احنا بس بنتكلم في البريزنت وفي الباست في المضارع وفي الماضي. يعني مثلا هنا عندي كلمه كومبيت اللي هي تنافس، لما نحوله لزمن الباست لزمن الماضي بنضيف له دي. طيب عندي كمان كلمه ميجر، كلمه ميجر معناها يقيس، لما بنحولها كمان عندي للماضي بنحط لها عندي دي. اما عندي كمان هنا كلمه جامب، جامب يعني يقفز، لما بنحولها عندي للماضي بنضيف لها ايدي. يبقى عندي هنا في زمن الماضي مع الافعال المنتظمه بنضيف للفعل دي او ممكن نحط له ايدي على حسب الفعل بتاعي منتهي بايه. اما عندي الافعال الغير منتظمه زي ما شايفين معايا شكلها هنا عندي بيتغير. هنا عندي كلمه وين معناها يفوز، معناها ايه؟ يفوز. شايفين معايا هنا لما تحولت لزمن الماضي شكلها اتغير ازاي؟ شلنا الاي وحطينا مكانه ايه؟ حطينا مكانه او، بيت ايه؟ وان. يبقى وين بقيت وان معناها فاز، يفوز فاز. بعد كده معايا ثرو في زمن المضارع، ثرو في زمن الباست في زمن الماضي. هير هيرد، جت جات، ثينك ثوت، وير وور، ران ران. زي ما شايفين معايا دي عندي الافعال عندي الغير منتظمة تحفظ كما هي. تمام زي ما شايفينها معايا كده احنا بنحفظها للاولاد. بعد كده هنا معايا بعض من التعبيرات. زي ما شايفين معايا هنا عندي at the track، هنا عندي زي ما شايفين عندي كلمة the track معناها في المسار، قبلها حرف الجر at. هنا عندي a sports event اللي هو الحدث الرياضي، كمان قبله حرف الجر at. هنا عندي بنقول lots of يعني كثير من، have to يجب أن، شايفين معايا بعدها of، lots of، have to معناها يجب أن. هنشوف مع بعض عندي البيج اللي بعده. زي شايفين معايا كده عندي أصدقائي الجزئية دي عندي موجودة في كتاب المدرسة، دي عندي بيج 2. عندي أول حاجة بيقول today we're at the track، نحن في المطار. There is a big sports event، يوجد حدث رياضي كبير. Lots of athletes، الكثير من اللاعبين. From different schools، من مدارس مختلفة. Are competing، يعني بيتنافسوا. Look، انظر. They are wearing، يعني هم يرتدوا. Red، أحمر. Blue، أزرق. Green، أخضر. And black، وأسود. There are، يعني هناك. يوجد competitions، يعني منافسين. in running، في الجري. jumping، القفز. and throwing، وكمان الإلقاء أو يعني الرمي. I'm watching the long jump، أنا أشاهد القفز الطويل. I think، أنا أعتقد. the athlete اللي هم اللاعبين. wearing red will win، أعتقد إن اللاعبين اللي بيرتادوا أحمر مالهم سيفوزوا، سيفوزوا او سوف يفوزوا، ان اللاعبين اللي لابسين لون احمر هيفوزوا، هو بيتوقع ان هم هيفوزوا، هم لسه ما فازوش. تمام ركزوا معايا في الجزئية دي. هنا عندي كمان لما اجي اقول هنا عندي دي اسمها ايه؟ ذا. اسمها ايه؟ ذا. لما يجي عندي الكلمة اللي بعدها لما بيجي عندي اولها حرف من حروف الفاولز تنطق ايه؟ تنطق عندي ذي، تنطق ذي. طيب هنا عندي هي ايه الحروف عندي الفاولز؟
ال A E I O U دي عندي الحروف الفاوز. تمام. طيب بعد كده معايا زي ما شايفين معايا جايب هنا عندي كمان دي عندي من صفحة 3 من كتاب المدرسة زي ما شايفين معايا زي ما قلت لكم كتاب الباهر جايب أجزاء كتيرة من كتاب المدرسة. دي بيقول I'm at sports event يعني أنا في حدث رياضي today اليوم with mommy and my brother مع مامي وأخويا. بعد كده بيقول some athletes يعني بعض اللاعبين are running يعني بيجروا that track اللي هو المسار is 800 meters يعني 800 متر around the field حول مين حول عندي الملعب. بعد كده عندي بيقول the race اللي هو عندي السباق is exciting مثير the athletes يعني اللاعبين are running بيجروا very quickly بسرعة I hope انا اتمنى او اامل وليد ده اسم يعني وليد wins يعني هو يفوز today اليوم there is يعني يوجد a throwing competition يعني في منافسة في الإلقاء to أيضا you have to throw يعني يجب أن تلقي the ball الكرة as far as you can أبعد ما تستطيع يعني على قد ما تقدر أنك أنت ترمي الكرة زي ما بنقولها كده عندي بالعامية 3 meters 3 أمتار is a good distance 3 أمتار دي مسافة كويسة for throwing للإلقاء أو يعني للرمي the ball الكرة someone شخص ما measures يعني يقيس how far يعني كم ball the athletes اللاعبين throw the ball يعني يلقوا الكرة هنا عندي بيقول إن في يعني شخص ما أو في يعني واحد بيعمل إيه بيقيس كم البعد اللي اللاعبين ألقوا فيه عندي الكرة بعد كده بيقول that athlete يعني هذا اللاعب competed بتنافس in a sports event يعني في الحدث الرياضي and won وفاز he can jump really high هو يستطيع القفز عاليا now he is getting a medal يعني الآن هو حصل على ايه حصل على الميدالية طيب هنا عندي بعد كده زي ما شايفين معايا هنا عندي في جزء من الجرامر بيقول اني لايك بيجي عندي بعده الفعل بتحط له اي ان جي زي ما شفنا قبل كده مع بعض عندي الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي وقلنا منهم كان عندي الفيرب لايك بيجي بعده اي ان جي قلنا كمان عندي انجوي بعده كمان عندي بيجي الفيرب في اي ان جي هنا عندنا في الدرس بتاعنا لايك وات سبورتس ايفنتس دو يو لايك ما الاحداث الرياضيه اللي بتحبها البنت بتقول I like throwing أنا أحب الرمي الولد بيقول I like jumping أنا أحب القفز أوكي نشوف عندي البيج اللي بعد دي مشايفين معايا أصدقائي دي عندي جزء جديد عندي من الجرامر ده عندي زمن المستقبل البسيط The future simple tense زمن المستقبل البسيط ودي حاجة جديدة علينا وأول مرة ناخدها إن شاء الله هنشرحها مع بعض بطريقة سهلة لما نشوف مع بعض عندي أول حاجة زمن المستقبل البسيط يعني إيه زمن المستقبل البسيط عبر عن حاجة أنا بتنبأ إن هي الحاجة دي هتحصل في المستقبل يعني إمتى أو إيه زمن المستقبل ده يعني حاجة أنا بتكلم عنها إن هي هتحصل هي لسه ما حصلتش لكن الحاجة دي هتحصل الحاجة دي ممكن تحصل آخر اليوم لو أنا بتكلم أول اليوم عن الحاجة دي إن هي هتحصل فممكن أقول مثلا إن هي الحاجة دي هتحصل مثلا آخر اليوم هتحصل بكرة هتحصل بعده ده عندي زمن المستقبل البسيط طيب عندي زمن المستقبل البسيط بيتكون من إيه؟ أول حاجة عندي بيتكون من subject الفاعل بعد كده بحط عندي will معناها سوف معناها إيه؟ معناها سوف بعد كده عندي كلمة will أنا ممكن أكتبها بالشكل ده ممكن كمان أحطها عندي بالشكل ده في ال بعد will بحط عندي الفعل في المصدر يعني ايه الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات يعني عندي الفعل بيكون زي ما هو ما بحطلوش اي حاجة ولا اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي ان جي ولا اي حاجة خالص الفعل بيكون عندي زي ما هو طيب يا ميس انت بتقولي هنا عندي subject اللي هو الفاعل طيب ايه الفاعل احنا بنحطها مع ايه بالظبط مع الهي ولا الشي ولا الاي ولا الوي ولا ايه بالظبط عندي will بتيجي مع كل ضمائر الفاعل مع الهي والشي والاي والوي واليو والزي وكل ضمائر الفاعل بتيجي مع will طيب نشوف مع بعض عندي لما اقول our school يعني مدرستنا will get يعني سوف تحصل
قلنا كلمة will معناها سوف، get يعني تحصل، يعني سوف تحصل، هتحصل على ايه؟ a medal today، هتحصل على الميدالية اليوم. هو بيقول ان مدرستنا سوف تحصل على الميدالية اليوم، يعني هي المدرسة لسه ما حصلتش على الميدالية، هو بيتنبأ ان المدرسة بتاعتهم هتحصل على ايه؟ على الميدالية النهاردة. فده عندي زمن المستقبل البسيط يعبر عن التنبؤ بحاجة هتحصل في المستقبل. لما يقول she will win، شايفين معايا هنا عندي كلمة will، زي ما شايفين معايا كده عندي دي اختصارتها، يعني بقول هي سوف وين تفوز the competition، يعني هتفوز في المسابقة. هو عندي هنا بتنبأ ان هي سوف تفوز في المسابقة. طيب هنا عندي جايب التعريف بتاع زمن المستقبل البسيط، بيقول هو to predict what will happen in the future، التنبؤ باللي سوف يحدث في المستقبل. لما اقول I think the event will be amazing، انا اعتقد ان الحدث سوف يكون عندي مذهل. ده عندي زمن المستقبل البسيط زي ما شفنا مع بعض، هو عندي بيعبر عن حاجة سوف تحصل في المستقبل. وزي ما شايفين معايا هنا عندي will، بعدها عندي الفعل في المصدر، هنا will، بعدها عندي happen الفعل في المصدر. طيب هنا عندي بيقول keywords اللي هي المفاتيح بتاعة الزمن ده، لما بشوف عندي الكلمة دي في الجملة على طول من خلالها بعرف ان ده زمن المستقبل البسيط. كلمة عندي tomorrow معناها غدا، in the future يعني في المستقبل، لما اقول next Sunday، next Monday، اي حاجة عندي بعد كلمة next، ما دي كمان عندي تعبر عن زمن المستقبل. عندي كمان لما اقول I think، انا اعتقد، عندي الكلمة دي كمان تعبر عن ايه؟ تعبر عن المستقبل. تمام؟ هنا جاي مثال لما اقول we will go to the park tomorrow، يعني هو سوف يذهب. شايفين معايا هنا عندي الفاعل he will، بعدها عندي go الفيرب ده عندي فعل معناه يذهب، فعل في المصدر يعني من غير اي اضافات. بعد كده بيقول the park يعني المنتزه tomorrow، يعني هو سوف يذهب للمنتزه او الحديقة غدا. لما اقول next Friday يعني يوم الجمعة الجاية، they will run for a competition، يعني الجمعة الجاية هما سوف يجروا في المسابقة او من اجل يعني المسابقة. تمام؟ يبقى ده عندي زمن ايه؟ المستقبل. هنتعلم كمان مع بعض ازاي ننفي زمن المستقبل. بننفيه ازاي؟ اول حاجة بحط عندي الفاعل، زي ما قلت الفاعل بتاعنا عادي، الهي، الشي، الات، الاي، الوي، اليو، الزي، اي فاعل بيكون عندي. بعد كده عندي بحط عندي غل، بعد كده عندي بحط نط بالشكل ده. بعد كده عندي زي ما شايفين معايا دي ممكن طريقة تانية انفي بيها، بدل ما اكتب غل نط زي ما شايفين معايا بكتب عن وان. تمام؟ بعد كده عندي بحط عندي الفعل في المصدر، لما بقول it won't to be easy to win today، هنا بيقول مش من السهل ان هو عندي يفوز اليوم. تمام؟ ده عندي بالنسبة للنافي، زي ما قلت بنستخدم عندي الفاعل، بقول will not، بعد كده بحط عندي الفعل في المصدر. طيب نيجي مع بعض هنا نستخدمها في السؤال. طيب بستخدمها في السؤال ازاي؟ عندي اول حاجة بحط عندي will، بعد كده بحط الفاعل، بعد كده بحط الفعل في المصدر. طيب بنجاوب بايه؟ بنجاوب عندي يا اما بياس يا اما بنو. هنا جايب سؤال بيقول will it be a good competition، هل كانت منافسة جيدة؟ هقول yes، بقول yes، بعد كده عندي بنزل بعمل مقص. تمام؟ بحط عندي اول حاجة عندي بحط عندي it، وبعد كده عندي بعمل ايه؟ بحط عندي will. تمام؟ ده بالنسبة للإثبات. لو في النفي انا بجيب عندي بحط no، وبحط كمان عندي الفاعل اللي هو it، وبعد كده بحط عندي ايه؟ want. بالنسبة للسؤال اللي هيكون عندي بسأل بي، والاجابة بتاعتي هتكون بياس او بتكون عندي بنو، بحط will الفاعل والمصدر. طيب لو انا بستخدم عندي السؤال اللي بيكون اوله wh question، اللي هو عندي بستخدم what، بستخدم where، when، بستخدم where، يعني اي سؤال من الاسئلة اللي بتكون عندي او الكلمات اللي بتبدأ عندي بال wh question، اول حاجة عندي بحط اداة الاستفهام، بعد كده بحط عندي will، بحط الفاعل، بحط الفعل في المصدر. لما اقول when دي عندي اللي هي اداة الاستفهام، بحط will، بحط عندي الفاعل، بعد كده بحط عندي ايه؟ الفعل في المصدر.
تمام. نشوف مع بعض عندي البيج اللي بعده. ليش في معايا عندي الجزئية دي كمان موجودة في صفحة 4 في التاب المدرسة. هنا بيقول I think، طبعا ده زمن المستقبل، انا اعتقد. The athlete wearing، ان اللاعب اللي بيرتدي the green t-shirt، اللي بيرتدي t-shirt لونه اخضر، will win، ان هو هيفوز. هو بيعتقد ان اللاعب اللي لابس t-shirt اخضر سيفوز. تمام، يبقى ده عندي زمن المستقبل البسيط. شايفين معايا هنا بيقول وال وبعد كده الفعل في المصدر. بيكشن نمبر 2 بيقول I think، انا اعتقد. our school، مدرستنا. will get a medal today، انا اعتقد ان مدرستنا ستفوز اليوم بالميدالية. كمان هو عندي بيعتقد ان المدرسة هتفوز بالميدالية. طبعا هي لسه المدرسة ما فزتش، لكن هو بيتنبأ بحدوث الشيء. طيب عندي كمان بيكشن نمبر 3 will it be a good competition. عندي ده شايفين معايا هو بدأ السؤال هنا بول وبعد كده حطت عندي الفاعل وبعد كده حطت عندي ايه الفعل في المصدر. هنا عندي بيقول it won't be easy to win today، مش من السهل ان احنا نفوز اليوم. تمام، هنا بيقول choose the correct answer، يعني اختر الاجابة الصحيحة. هنا عندي نمبر 1 بيقول the winner، الفائز، will، على طول وين بعدها بحط الفعل في المصدر. هنا عندي الفعل في المصدر عندي مين؟ بي. يبقى هقول will be happy، يعني سيكون عندي سعيد. بيقول نمبر 2 our school will، بعدها عندي لازم الفعل في المصدر، هختار عندي ايه؟ get ولا gets ولا get، يعني هحط طبعا ايه؟ get. بعد كده بيقول it، وهنا بيقول be easy to win today، يعني مش من السهل ان يفوز اليوم. طبعا عندي ده زمن الفيوتشر، هختار على طول ايه؟ what. بعد كده بيقول yes they، بعد كده هنا عندي win، طبعا ده عندي زمن فيوتشر، هختار على طول هنا عندي ايه؟ هنا بيقول yes، هي بقول ايه؟ will. طبعا دي عندي منفية ودي عندي منفية، لكن هنا عندي الجملة بتاعتي مثبتة. هنا بيقول they be tired، هختار عندي ايه؟ عندي زي ما شايفين الفاعل بعد كده الفعل في المصدر، يبقى هبدأ عندي السؤال بايه؟ بول. بعد كده زي ما شايفين معايا هنا جايب صيغة المقارنة وصيغة التفضيل، وخدناهم قبل كده وشرحناهم، وقلنا مع بعض عندي ان صيغة المقارنة لما بقارن عندي بين شيئين، بقارن بين حاجتين، بستخدم ايه؟ بستخدم عندي الصفة بحط لها ER، بعد كده بحط لها عندي than. تمام؟ بقول higher، بقول higher than. لما اقول عمر is faster than امير، يعني عمر اسرع من امير، انا هنا عندي بعمل ايه؟ انا عندي بعمل مقارنة. مقارنة بين ايه؟ بين حاجتين، بقارن بين عمر وامير، بقول ان عمر اسرع من امير. يبقى لازم عندي علشان استخدم صيغة المقارنة اني بحط الصفة ER بعدها بحط than، لازم يبقى عندي حاجتين او شيئين او اسمين او اي حاجة، بس اتنين بقارن بينهم، بقول ان ده اسرع من ده، ده احسن من ده، ده اسوأ من ده، ده ابطأ من ده، ده اقوى من ده. يبقى كل الحاجات اللي انا بقول عليها دي بقارن بين حاجتين، بستخدم الصفة بحط لها ER بحط بعدها عندي than. دينا jumped higher than لارا، ان دينا قفزت اعلى من مين؟ من لارا. الصفة هاي بحط لها ER بعد كده عندي بحط than. تمام، ده بالنسبة لصيغة المقارنة. نشوف مع بعض عندي صيغة التفضيل او اسلوب التفضيل معناه ايه. عندي اسلوب التفضيل لما بقول عندي الحاجة دي افضل ما بين مجموعة من الحاجات، بفضل حاجة عن مجموعة، حد واحد او شخص واحد عن مجموعة، حيوان من بين الحيوانات، شيء من بين الاشياء. تمام، يبقى حاجة واحدة من بين ايه؟ من بين مجموعة. اسلوب بقول ذا بحط عندي الصفة بتاعتي بعد كده بحط لها ايه؟ est. تمام، لما اقول عمر is the fastest boy، يعني عمر اسرع ولد، انا هنا عندي بعمل ايه؟ بفضل او بقول ان عمر ده اسرع ولد، عمر ده احسن ولد، بحط الصفة ايه؟ the، بحط في نهايتها est. لما اقول اميرة jumped the highest، يعني اميرة قفزت، اميرة هي اللي قفزت الاسرع. طبعا اسرع من فين؟ من بين مجموعة من التلاميذ، مجموعة من الاشخاص، مجموعة من اللاعبين. تمام، هنا عندي زي ما شايفين معايا هنشوف مع بعض الشوز. هنا نمبر 1 بيقول يوسف جامبت، يعني يوسف قفز. هنا عندي بيقول than slim، يبقى عندي بيعمل ايه؟ بيقارن بين حاجتين، بين يوسف وبين سليم، وهنا عندي في than، يبقى هقول ايه؟ ف
فاض. نمبر 2 بيقول رامي جامبت ذا، هنا عندي فارذر ولا فارذت ولا فار، اختار ايه؟ ها هنا عندي رامي وفي هنا عندي كمان ذا، يبقى بحط الصفه ايه؟ اي اس تي. بيقول ريم ران فاستر، هنا عندي اي ار، بحط ايه؟ ذان، عندي ريم ومريم، انا بقارن بين اتنين ريم ومريم. لما اقول تاليا ران، هنا عندي تاليا وهنا بيقول فاست، اختار ايه؟ ذا، عشان دي اسلوب التفضيل. اقول دينا جامبت، دينا قفزت، هنا ذان لارا، يبقى ايه عندي؟ بيعمل بيقارن بين حاجتين دينا ولارا، هختار ايه؟ اختار عندي هاير. عندي بعض التعبيرات، ها وفار معناها كامل المسافة، وبستخدمها للسؤال عن المسافة. عندي ها وهاي بستخدمها عندي معناها كامل الارتفاع، وبستخدمها للسؤال عن الارتفاع. ها وفاس بستخدمها للسؤال عن السرعة. تمام، الحاجات دي عندي مهمة جدا ولازم اولادنا يعرفوها. ها وفار كامل المسافة، ها وهاي كامل الارتفاع، ها وفاس يعني كامل السرعة. تمام، هنشوف اللي بعده. دي شايفين معايا، دي عندي الكلمات. طبعا بعد ما الطفل بيحفظ الكلمات طبعا بيبدا يراجع هنا على الكلمات اللي حفظها، ويبدا هنا عندي بيكمل الحروف الناقصه. احنا مش هنضيع وقت الفيديو في الكلمات دي، طبعا الكلمات دي كلها موجوده من قدام هنا، بس عندي الكلمه دي ممكن حضراتكم الاولاد ما ياخدوش بالهم منها. عندي الكلمه دي كلمه هير يعني يسمع، هنا عندي الحرف الناقص حرف الاي، ودي كلمه سلو يعني بطيء حرف ال والدبل. تمام، اما باقي الكلمات كلها سهله. تمام، عشان بس وقت الفيديو. هنا عندي بيقول choose the correct answer، يختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 at sports events يعني في الاحداث الرياضيه، some هنا are running يعني بعض، قول athletes or races middle. طبعا هنا هختار عندي ايه؟ بعض athletes اللي هم ايه؟ اللاعبين، من هم؟ بيجروا. نمبر 2 you have to يعني انت يجب ان، هقول هنا عندي بيقول the ball as far as you can، يعني هنا بيقول انك انت يجب ان انت ايه؟ الكورة اسرع او ابعد يعني ما تستطيع. طبعا هنا هنقول throw انك انت ترمي. number 3 the athlete هنا بيقول competed، بيقول measured throw. هختار عندي ايه هنا؟ بيقول in a sports event and one، هنا عندي هختار طبعا ايه؟ اللاعب، competed يعني بيتنافس في الأحداث الرياضية. نمبر 4 بيقول وليد wins today، الوليد يفوز اليوم، he is the، هو هيكون ايه عندي؟ طبعا هيكون عندي winner الفائز. where هنا عندي the track، تاخد حرف الجر ايه قلنا؟ at. I think انا اعتقد the event يعني الحدث، will طبعا will be بعدها الفعل في المصدر، يبقى هنختار ايه؟ be. بعد كده بيقول how، هنا بيقول can he jump، هنا عندي how، وبعد كده بيسأل عن يستطيع هو القفز، يبقى هنسأل هنقول ايه؟ how far يعني كم المسافة اللي هو يستطيع ان هو يقفزها. رامي jumped the يعني رامي قفز ذا ايه؟ هنا عندي هنختار jumped the، هنا عندي ذا، يبقى احط عندي على طول ايه؟ est. هنا بيقول ريم ران، هنا بيقول ذان ماري، يبقى بحط على طول ايه؟ هنا في ذان، يبقى بحط على طول الصفة er. بعد كده بيقول they be tired، طبعا هنا عندي على طول هناخد will بعدها الفاعل، بعدها الفاعل في المصدر. كده بيقول read and match يعني اقرأ وصل، how far can he jump، هنا بيقول كم المسافة اللي هو يستطيع ان هو يقفزها. هقول هنا عندي number C he can jump 4 meters، هو يعني يستطيع القفز 4 أمتار. number 2 who will be the fast يعني مين اللي سيكون الأسرع، هنا بيسأل عندي بيقول من سيكون الأسرع، هنا هنقول ايه عندي؟ هنقول شريف will be the fast يعني شريف هو اللي هيكون ايه؟ الأسرع. يبقى دي ايه؟ I think the event يعني انا اعتقد ان الحدث، ماله الحدث؟ هيكون ايه؟ will be amazing يعني هيكون مدهش. يبقى دي عندي هنقول عندي دي. number 4 will they ده عندي سؤال، هقول عندي ايه؟ be tired، will الفاعل، بعد كده عندي الفعل في المصدر، عندي هقول be. تمام، هنشوف مع بعض الفيديو اللي بعده. دي شايفين معايا هنا عندي rearrange يعني الترتيب، او اعد ترتيب يعني الكلمات او الجمل دي. number 1 fast how he can run،
اول حاجة بيقول لي هاو، يبقى على طول احط ايه هاو فاست. زي ما شايفين معايا بقول هاو فاست هي كان ران، تمام. طيب بعد كده بيقول جامبت دينا ذان لارا هاير، هقول ايه دينا، مالها دينا، احط عندي بقول نمبر 2 جامبت. شايفين معايا هقول دينا جامبت هاير ذان لارا، دينا قفزت اعلى من مين؟ من لارا. بعد كده بيقول they will tired be، هقول will they be tired. اوكي تمام، زي ما شايفين معايا كده عندي. هنا هنشوف مع بعض عندي الباسج. هنا بيقول today اليوم، we're at the track اليوم احنا فين؟ في المسار. There is a big sports event يعني يوجد حدث رياضي كبير. Lots of athletes يعني الكثير من اللاعبين. From different schools من مدارس مختلفة. Are competing يعني بتنافسوا. Look انظر. They are wearing يعني انظر هم يرتادوا ايه؟ Red, blue, green احمر ازرق اخضر and black واسود. There are competitions in running يعني هناك منافسين في الجري. Jumping القفز. كمان بيقول and throwing يعني في الرمي. I'm watching the long jump انا اشاهد القفز الطويل. I think the athlete انا اعتقد ان اللاعب wearing red will win، انا اعتقد ان اللاعب اللي لابس احمر هو اللي هيفوز او سيفوز. بيقول choose the correct answer، اختر الاجابة الصحيحة. Number one بيقول today اليوم، where at the اليوم هم فين؟ طبعا هنا عندي فين؟ في track. Number two I'm watching them انا اشاهد ذا ايه؟ هنا عندي jump، هقول long jump. بعد كده بيقول answer the following questions يعني جاوب على الاسئلة التالية. What are the athletes wearing يعني هنا بيقول ايه اللي بيرتدوه اللاعبين؟ هنقول عندي بيرتدوا ايه؟ قلنا red blue green and black، تمام. يبقى هكتب عندي السطر ده، تمام. Number two بعد كده معايا اللي بعده بيقول who do you think will win، مين اللي تعتقد ان هو هيفوز؟ هو بيقول اعتقد ان مين؟ بيقول عندي I think the athlete اللاعب اللي بيرتدي عندي ايه red will win هو اللي هيفوز. يبقى هنكتب عندي الجملة دي، تمام. طيب بعد كده معايا بيقول look and write، انظر واكتب a sentence جملة under each picture تحت كل صورة. بيقول انظر واكتب جملة تحت كل صورة. هنا جايب كلمة athletes اللي هي اللاعبين وكلمة running معناها يجري. هنا عاوزنا ان احنا نعمل عندي جملة، هنا عندي الطفل بيعمل جملة، تمام. طيب اول حاجة انا ممكن اعمل جملة، ممكن اقول ايه؟ اقول the athletes are running very quickly يعني هنقول ان اللاعبين بيجروا بسرعة، تمام، او بسرعة جدا، تمام. هنا عندي كمان win و middle، هنا هنقول he will win a medal يعني هو سوف يفوز بالميدالية. طبعا احنا ممكن نحط اي جملة، تمام. هنشوف مع بعض عندي اللي بعده I like jumping انا احب القفز، يبقى دي عندي 2. بعد كده بيقول سارة هنا can you jump، هنا يبقى هنا عندي هختار how high يعني كم الارتفاع، تمام. دي عندي number 3. بعد كده بيقول هنا عندي I can jump 1 meter انا استطيع القفز يعني متر واحد. زي ما قلت هنختار هاو هاي يعني كم الارتفاع. بتقول is the tallest in your class، هنا عندي بيسأل بيقول يعني هنا عندي اطول واحد في الكلاس. هنا بيقول اميرة is the tallest، يبقى بسأل طبعا عندي ايه؟ بقول هو، تمام. اخر حاجة معايا طبعا دي عندي، هنا عندي الطفل بيبدأ يكتب الجملة بخط جميل. وكده احنا خلصنا مع بعض عندي ده الجزء الاول، تابعوني في الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وشير وسبسكرايب. Thanks for watching. Goodbye.